وانا بحراتس عمت فيه قبل يعني، وكنا عائلات نمشيو لبحراتس. هو فعلا سترادس كان يعوم، كان عنده حتى اشكال، والناس اللي خاصة في سني واكبر شوية من الناس الكبار من يعرفوا لي شطرادس كانت مياهه سليمة، وكانت شطاته الشطوط نتاعو كانت بيضاء ونظيفة، وكانت مساحة الشط كبيرة. هذه اللي تشوف فيها لهنا كانت سبت واحد، هذه العبيد ما تقاش وين تحط، يعني ما تقاش وتحط، هذه رفيق انا بدنا نسمع في اصل العبيد مدة وين العبيد فر. كانت الرواتسية تخرج الصباح الفجر بتواولها وبكراسيها، والناس الكل راهي تجي تشرب قهوه لهنا على البحر. شطرات استوى ما عادش تقرب. الماء اللي نشوفه فيه قدامنا توا ذا مسخ، ماء وناس، كله ماء وناس. الصبخه هذيا اللي هي الوناس، فما الوناس في الشيره اللي مغادي تنمشيو نشوفوها كيفاش يعني هي تصب في الصبخه لهنا، والصبخه كي تتعبى كلها تهبط للبحر. هذا كله غرم، حتى من ريحته ريحه غير عاديه فيه. حتى هذه زاد هي محطه انبعثت في 1984، كانت بطاقه معينه تخدم على عدد سكان ولايه بن عروس، كان ماهوش العدد اليوم بحجم 700 الف ساكن، الاكيد انه ضعف الى 7 مرات تقريبا. واليوم المحطه هذه تشتغل بنفس الإطار ونفس الطاقة اللي كانت تخدم فيها عام 84. لوناس فما ريسيكلاج اللي سخ حشاك اللي قاعد يهبط من لوناس يلزمو يصير بعد باش يتصب في البحر. هما 80% ماهوش قاعد ريسيكلي و 20% ريسيكلي. هذا نحكي لك كيلوات كيلا السبخة راهو زوز. يخليوها تتعبى وقت اللي تتعبى سايل الطوب يبعثوا تراكس ترتك حل يخرج للبحر. هذا واد مليان هاوك، تعرفوا الواد سي الكل، اخزر له يهبط من غاديك الواد هاوك يدور ويسابط يصب في البحر. الماء هذاك الكل لك حل ترى فيه وسخ وغرم الكل هابط للبحر. تعرض الواد هذايا الى انتصاب، توسع اقتصادي استثماري، الى انتصاب العديد من المصانع المناطق الصناعية حوله، انطلاقا من ولايات المجاورة زغوان وسليانة ومغادي وانتجاي. كل ما ينتصبوا منطقة صناعية بطبيعة الحال احنا في تونس مالوروزمون في العديد من المناطق هذه ما اكترثناش بالبيئه، وترال كلها موجهه هك لي كوندويت نتاع السوائل والنفايات كلها موجهه للاوديه، ومن بينهم اول واد مليان. ونسمي لك هنا مثلا مناطق صناعيه نتاع جبل الوسط ونتاع زغوان، مؤسسات في الصيدله، مؤسسات في الكيمياء، مؤسسات في الصناعات الغذائيه، مؤسسات في الوعد كلها. واذا كانت ترى مؤسسات تخدم في الرخام و أين المياه نتاعها؟ مو باش تمشي في الوعد. ستيك فهم برودوي شيميك صبوا ينظفوا بها التوربينات نتاع اللي تبرد. يهبط راهو كي يهبط البلاصة نمشيو نصطادوا فيها نحن بالخيط واحد، كي يصبوا برودوي شيميك ما عادش حتى كعبة حوت تمسك. تكون انت تصطاد تجبد في الحوت، اذا كشكش الماء راهو صابو برودوي شيميك راك ما عادش تاخذ على حتى كعبه حوت. ستيك تصيب برودوي شيميك هي فما ممكن مرتين ولا مره في الجمعه تصيب برودوي شيميك باش تنظف بيه لي توربين، فهمتني؟ الحوت يموت اوتوماتيكمون تلقاه فوق الماء ميت جمله واحده، فهمتني؟ انا مره مشيت نلقى كعبه الكميري هكايا مطيش منفوخ مطيش. تبدلت رادس تبدلت. ويني رادس يا حسر على رادس ماتت.
راد سمات عندها سنين. كانت موجودة القاروس ما عادش فما، المنكوس ما عادش فما، القرنيط، الورقة، السسمه هي السوبيا. احنا توريت انا توريت تعرفوا نقصد ربي ولا نمشي لسليمان ريت الغابة ذيك بعدها انا باش نبدا نصطاد. مصطادش لعنيه وين فماش هو فهمني باش تدبر معناها قصيم يلزمك تبعد يلزمك تحط 30,000 ليسونس وتبعد تعدي نهار كامل بالله 12 ساعة خدمة باش تصور قوت نهارك فهمتني. لأنه الأمور تتعدى كما قلنا الجانب البلدي أو سلطة البلدية أو حجم العمل البلدي. البلدية راهي تنظف أنا عندها بعض الآلات والوسائل اللي ما تنجمش تنظف بها شطوط وبحار ومخلفات مياه معفنة وأودية ماهيش حجمها يعني. عندنا تراكتوبيل وشارجوز نحطهم غادي يغرقوا يعني في الماء. بالتالي المجال هذا مجال على مستوى مركزي على مستوى الدولة.